سعداء بتجديد لقياكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من موضوع الإعجاز العلمي للقرآن الكريم تحت عنوان رحلة الإيمان في جلد الإنسان. من المعلوم أحبابي المشاهدين الكرام أن كل الأنبياء خصهم الله تبارك وتعالى بمعجزات ليفحموا بها قومهم بالدليل على صدق رسالتهم، ويؤيدون بها من أجل الاستمرار في الدعوة إلى الله. مثلا رمي العصا بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام، إبراء المرضى وكذلك إحياء الموتى لسيدنا عيسى عليه السلام، وغيرها من المعجزات لباقي الأنبياء. إلا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص بكل المعجزات التي خص بها الأنبياء السابقون، بل من جنسها، مثلا رمي الحصى مقابل رمي العصا، كذلك عين قتادة التي ردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكانها وأصبحت كما كانت من بدايتها. إلا أن أعظم معجزة خص الله بها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين هي معجزة القرآن. هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معجزة دائمة متجددة مع تجدد العصور. وفي هذا العصر، عصر العلم، تبين جليا في السنوات الأخيرة في مجالات كثيرة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وكذا للسنة النبوية الشريفة الموضحة لكتاب الله الكريم. في هذه الحلقة وكما تحدثنا في البداية سنسافر في رحلة إيمانية داخل جلد الإنسان مع ضيفتنا الكريمة لحلقة اليوم، الدكتورة الأمينة العراقي، طبيبة الجلد، حاصلة على دكتوراه في الدراسات الإسلامية. موضوع الدكتوراه كان العمل التطوعي في المجال الصحي، الأطباء المغاربة نموذجا. قبل أن نخوض في الحديث عن موضوع الجلد والإعجاز العلمي للجلد كما ورد في الآية الكريمة التي سنوضحها إن شاء الله، لا بأس من الحديث عن قيمة طرح هذا الموضوع، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في هذا العصر، عصر العلم، خصوصا من أجل استقطاب أطفالنا، مراهقينا، شبابنا لزيادة في اليقين في هذا الدين وكذلك لمعرفة دينهم. نعم أستاذة إكرام، تنخصتي بدك الشباب. نعم، ولكن يمكن نقول لك احنا كنا عطالين على الإعجاز العلمي، أنا هذا الوقت الفتنة عطالين على شي مسائل اللي توصلنا بإذن الله إلى درجة اليقين لنثبت على ديننا ونطمئن بأننا على دين الحق. الإعجاز العلمي يتجلى في تطابق بل سبق ديال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الاكتشافات التي توصل لها البحث العلمي في شتى العلوم، علوم الفلك، علوم الجبال، علوم البحار، علوم الطب. يعني هذا السبق تجعل يعني هناك عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية تكلمت على بعض المعطيات اللي عاد توصل لها البحث العلمي. قلت لي على مجال الجلد. مجال الجلد يعني هناك عدة مظاهر إعجازية. أنا يمكن لي نفصل الكلام في الآية القرآنية اللي وردت في سورة النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. لابد لعدل الإعجاز العلمي احنا عنده واحد الضوابط، يعني مثل لويوش عنق الآيات باش نقولوا فيها الإعجاز. فلله الحجة البالغة، يعني لكان باين إعجاز واضح ولي نتكلموا عليه. تماما. إن الذين كفروا بآياتنا، لا بد التفسير اللغوي. يعني المسائل الإعجاز العلمي ما يمكنش لما كان عندنا يعني التفسير اللغوي. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، سوف تدل على المستقبل وعلى التأكيد، نصليهم
الصلي هو شيء لحم على النار. الله الله. كلما نضجت، نضجت يعني احترقت ولم يبقى فيها حياة، بدلناهم يعني عوضناهم جلودا غيرها لي، داك اللام هي لام التعليل، ليذوقوا العذاب وليدوم تذوقهم بالعذاب. نعم. هنا سؤال دكتور الأمينة العراقي، من ماذا تتكون طبقات الجلد؟ وهل إذا احترقت لا يذوق الإنسان العذاب ولا يشعر بالآلام؟ ومن خلال التشريح الدقيق تتبين بأن الجلد يتكون من ثلاث طبقات. كاين الطبقة الخارجية تسميوها البشرة، اللي تهي تتكون من عدد ديال الطبقات، والطبقة التحتانية ديالها اللي قريبة للطبقة الوسطى تسميوها الطبقة القاعدية لاكوش بازال. وهذا العدد الطبقات ديال البشرة تتكون واحد الحاجز ضد تسرب الميكروبات إلى داخل الجلد وإلى الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى هي الآدمة، منين تتكون؟ تتكون من جريبات الشعر، الغدد العرقية، الغدد الدهنية، الأوعية الدموية، وكذلك الكل يعني ملتم داخل النسيج الدم. وفي هذه الطبقة الآدمة كاينين النهايات العصبية والمستقبلات الحسية اللي تنسميوهم كوربسكول دو ميسنير اي دو باسيني، هما اللي تيشعروا بالألم، هما اللي غادي هما اللي تيجعلونا نشعروا بالألم. والطبقة هما اللي تيجعلونا نشعروا بالألم. وكاين الطبقة الداخلية هي الطبقة تحت الآدمة. من هاد التكوين ديال الجلد تيمكننا نستخلصوا الوظائف ديال الجلد. الوظيفة الأولى هي اللي قلت لكم طبقة البشرة، تتكون واحد الحاجز واقي اللي تيمنع تسرب الميكروبات، ومني تتجرحنا داك طبقة البشرة تيخصنا نديروا احتياطات أكثر باش ما يوقعش التعفن. هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية هي وظيفة الإحساس، يعني الجلد هو اللي تيجعلنا نحسو. شحال هذه كانوا تيعتقدوا بأن الجلد يعني الجسد كله تيحس، لا، الجلد هو اللي فيه وظيفة الإحساس، بحيث احنا من ناحية الطبية الحروق اللي تتكون سطحية تيجي مسكين المريض تيتألم، نعوذ بالله بالحروق ومن جميع الآفات. ولكن إذا كانت الحروق عميقة تيكون الألم غير في وقت الإصابة، لأن من تتكون عميقة داك نهاية العصبية اللي في طبقة الأدمة وداك المستقبلات الحسية تتلف، يعني أتلفت صافي، لهذا ما تبقاش الواحد تيحس. هنا تيقولوا حروق البرومي دوغري دوزيام دوغري تروازيام دوغري، يعني من تكون عميقة ما تبقاش تيحس، لأن تحرقات الجلدة، الجلد تفحمت، ما بقاوش فيها داك المستقبلات الحسية، إذا ما تبقاش يدوس الإحساس. إذن هذه النقطة هذه من الوظائف ديال الجلد. وهنا تنرجعوا للآية، علاش الله تعالى في الآية اللي ذكرنا يبدل جلودهم، بدلناهم جلودا، الجلد ديالهم تحرقت من ما نبدل ما يتبدلوش الجلود، بدلناهم جلودا غيرها، لأن من غادي تحرق الجلد أهل النار، ونعوذ بك من النار ومن أهل النار وما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ربي باغي لهم عذاب مستمر ودائم، غيبدي يبدل لهم جلود باش يستمر التذوق بالعذاب. وهنا كاين الإعجاز، هذا إعجاز باش أنا اللي قلت هذا إعجاز، اعترفوا به خبراء في علم التشريح، منهم هذه يمكن لك تعرف القصة ديالها كيف راها منشورة في الانترنت، هو الدكتور تيكيتي تيجسن، هو عالم ديال التشريح الدقيق من جامعة شانغ ماي في تايلاند. هذا العالم جاء حضر واحد مؤتمر للإعجاز العلمي، جاوا مسولوه السؤال بالنسبة للاختصاص ديالك الحروق الجلدية تتبقى نحسو بها، قالوا إلا كانت الحروق بروفوند يعني عميقة ما تيبقاش الواحد يحس، قالوا له احنا عندنا هذه في القرآن، قالوا مياه، جاوما هداو له القرآن بالإنجليزية وهداو له الكتاب كيت مور، الكتاب كيت مور اللي تيهضر على علم الأجنة الخلق الإنسان. مشى غيب واحد ربع سنين ورجع حضر مؤتمر الإعجاز العلمي. من بعد ما حضر 3 أيام ديال المؤتمر ناض أخذ الكلمة، قال لهم
لقد قرأت كتاب كيت مور ولقد ترجمته إلى اللغة التايلاندية وقدمت به دروس للطلبة ديالي. وبعد اطلاعي على ما ورد في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وبعد حضوري لجلسات هذا المؤتمر أقول لكم بأن كل ما ورد في القرآن، التطابق بين ما ورد في القرآن وما توصل إليه يعني العلماء في هذه السنوات الأخيرة يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الحق الذي أنزله هذا القوة الخارقة إليه. وأظن أنه هذا الدكتور تيجسن قال لهم وأظن أنه حان الوقت أن أقول أمامكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذه كينا يعني منشورة كل واحد يمكن له يطالع عليها. وهنا دكتورة أمينة عراقي لكان هاد الأساتذة بهذا الحجم من العلم والمعرفة وتبين لهم بأن هذا لا يمكن أن يكون إلا إعجازا علميا، كثير من الطلبة يمكن لهم يتبعوا في الإسلام، كثير من الناس اللي هما فعلا فهموا هذه الحقيقة إلا إلا هما ما بغاوش. أنا اللي كانت أثرت فيا القصة ديال الدكتور تكيد التجسن هو من يرجع قال لهم لقد أسلم 5 من الطلبات ما شاء الله وبدأ يدير المحاضرات. يعني من يوصل الإيمان بالعلم ماشي بالوراثة، لا بالعلم، يعني متى يوصل بالعلم صافي تقول إذا هادشي حق ما عنديش شك، تينوض حتى هو ينشر داك الشيء وتينوض يعني زعما هذا هو يعني الواحد خص واحد في العلم. ومازال نكمل لك على القضية ديال وظيفة الإحساس. دابا قلنا بدلناهم جلودا غيرها من هضرنا الله على الجلود، ولكن من كاينه في هاد النهايه العصبيه اللي تعطي وظيفه الاحساس عندنا في الجلد وعندنا كذلك في الغشاء البيريتوان. البيريتوان هو داك الغشاء اللي تيغلف لنا البطن من الداخل، فيه حتى هو نهايه عصبيه. وحنا عندنا في الطب إلا قدر الله شي واحد وقع له ثقب ولو قص صغير في المعدة، إذا نعرفوا أنت الواحد عنده مثلا القرحة وتتقبله تيدوش شوية ديال داك لو سوك غاستريك داك يعني الحموضة المعدية، الحموضة المعدية تدوز البيريتوان تيقول لك بأنه تيحس بالألم كالطعنة بالخناجر. وشوية دغيا تتنتشر داك الطعنة في الخناجر في البطن كله وتتسميوها لا بيريتونيت، يوقع التهاب ديال هذا شوية لو سوك غاستريك تخرج سبحان الله. أولا يعني كيف الله في سورة محمد من يهضر على شرب الحميم شنو قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ما قالش غيبدل دابا قال لك غيقطع يعني الامعاء الحميم الى شربوه. وحنا عندنا يعني الجهاز الهضمي من الداخل ما تنحسوش به، مثلا ملي تيجيو ياخذوا عينه من المعده ولا المصارين ما تيديروش التخدير، اذا الحميم الى داس في المصارين وفي المعده ما يحسوش بالعذاب، ولكن ربي باغي لهم العذاب ما غيقطع الامعاء وما قالش غيقطعش غيقطع يعني تقطع يعني. اذا قلنا الا وقع تصوب ديال ماده قليلة هذا حنا قلنا لكم طعنا بالخناجر، فكيف بمن ستتقطع أمعاؤهم ويتسرب الحميم إلى أحشائهم؟ إنه عذاب لا إنه عذاب لا يساويه عذاب، إنه عذاب أهل النار، فاللهم إنا نعوذك من النار وبما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل. حلقة مفيدة جدا، وهذه حلقة فعلا تفحم الكثير من يقول بأن القرآن بعيد عن العلم، بل هو يجب أن يدرس في الجامعات العلمية ليس فقط يعني في يعني جامعات متخصصة في الدراسات القرآنية. فنشكرك أستاذ الكريم ولا إن شاء الله يظهر، لأن الله تعالى قال ولا تعلمون نبأه بعد حين، يعني كل حين غيبقى يعني الإعجاز القرآن باش يبقى ديما عطي يعني الإقبال على هذا الدين ويعطي الناس يتعاطوا لدين الإسلام عن يقين. أنا اللي غنقول لك دكتورة أمينة الله يرحم لي ربك
والله يرحم خصوصا الوالدة اللي عاد توفات رحمة دائمة، وكانت تعتني بكتاب الله الكريم، وعطت هاد ما شاء الله الدكتورة الأمينة اللي هي في الحقيقة مفخرة لهذا البلاد ومفخرة لهذا الدين. تنشكرك بزاف وحفظك الله، وإن شاء الله نسعى أن نلقاك في حلقات أخرى بإذن الله. أحبابي المشاهدين الكرام، نشكركم على حسن الإصغاء، نتمنى ألقاكم في حلقة قادمة بحول الله.